تنمرت لي كله ما في الحضر. سميتي فاطمة جبريل وزاني، انا زايده في مكناس بنت البرش. ملي كانت عندي 10 سنين طلعنا لهولندا، لحق جبا كان كيخدم في هولندا. وفي الاول انا الوالده نتاعي لحقاش هي ما كانش يمكن لها تقرا، كانت خصها تتزوج وهي صغيره، بغاتني انا نقرا في بلاصتها وكانت تابعاني ندير الطب. ولكن انا كنت دائما كنمشي للافلام، ولحقاش انا تزدت في مكناس في البرج، كانت حدا الدار نتاع حنا واحد الحلقه، ودائما كيجيو ليها اللي كيعاودوا القصص حاجتك وما جيتك. ايوا تماك قول تنبت فيا لامور الحب د القصص. انا تنظن المهم انا راني فرحانه بزاف اللي الفيلم تاعي كيدور هنايا في فيدا. كنقول لهم مبارك مسعود 10 سنين تاعهم هنايا، 10 سنين تاعهم بهذا المهرجان. وكنقول شكرا شكرا للهند والهشام فلاح اللي جابوا الفيلم تاعي لهنايا وباش يعاونوني نلقى كيفاش نخرج الفيلم هنايا في المغرب. Makkelijk en onwetend, zoals mijn moeder en haar moeder. Ik heb het niet gedaan. Délégué général du FIDADOC, le Festival international de films documentaires d'Agadir. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture de la 10e édition du FIDADOC. Et cette 10e édition, c'est l'occasion de faire un panoramique sur l'histoire du cinéma documentaire marocain de ces 10 dernières années et plus anciennes. Donc, on va faire une relation entre le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma du passé en montrant des films des années 60, notre film d'ouverture qui a 20 ans, et d'accueillir des jeunes cinéastes du monde entier dont on va présenter les films en compétition et dans nos différentes programmations. Et on accueille aussi des jeunes réalisateurs, des jeunes auteurs, des jeunes producteurs du Maroc, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest qui vont participer aux différents ateliers de formation à l'écriture et à la production que le FIDADOC organise maintenant depuis 10 ans. مؤلف ومخرج مسلسلات درامية خاصة بالطفل طيلة سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات. حاليا كنقوم بجولة مسرحية في جميع المدن، إنما مع هذا الأسبوع ديال المهرجان ديال الشريط الوثائقي في دادوك في مدينة أكادير، كان نتكلف بصبحية الأطفال اللي عندها علاقة بالفيلم الوثائقي اللي غنقدمه. فالاطفال كنوضح لهم شنو هو الشريط الوثائقي والفرق اللي كاين ما بينه وما بين الشريط السينمائي الروائي والتقرير اللي كيدوز في التلفزيون اللي كيتسمى الروبورتاج. هذا الشريط الوثائقي كنفسر لهم بلي هو كيصور الواقع كما هو، يقدر يكون عنده علاقه بحياه اجتماعيه او بخبايا الطبيعه او الماضي الحاضر، يعني بحر يقدر يتكلم على بزاف ديال الحاجات. فبعكس الشريط السينمائي هو يقدر حتى هو يصور الواقع، ولكن كيكون فيه ممثلين حافظين وفيه مخرج وفيه اسمه. اما التقرير فهو واحد الدقيقه كدوز في وسط الاخبار عندنا علاقه بشي حادثه سير او بشي عافيه او شي كارثه طبيعيه الله يحفظ، فكنفسر للاطفال انه كيدوز في دقيقه في الاخبار. هذا كيتسمى التقرير. الشريط الوثائقي هو كيجسد الواقع، كيصور الواقع ويكشف لنا الواقع، والشريط السينمائي كيمثل لنا الواقع. ومن خلال هذا المهرجان ارتئينا انه ما يبقاش غير في اكادير، انما في الاقليم ديال سوسمه السادره. وفي هذا رمضان درنا جوله في تيليوين، ولاد برحيل، هواره، ولاد تيمه، اللي انا منتمي لهذا الاقليم ديال هواره اللي هواري من اب والام. ودرنا ولاد برحيل وتفنقولت ومسا، وباقي مازال غادي نديروا ولاد بوصحيب، وباقي لينا بعض الاقاليم وبعض الاحياء الشعبيه اللي بعيده من المهرجان. حنا كنمشيو لعندهم بواسطه السينما المتنقله خاصه بالاشرطه الوثائقيه.